يا من إلينا نرجع العمل فتعود الظافرة، وعلى باب عزته تعترحل فتغشاها منه البيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك، سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين، سيدنا محمد الذي عمت رسالة العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة، مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية عهدك الشاملة. الآب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر، في كل موطن من مواطن القرب ومظهر، قاسم إمدادك في عبادك وساكك إرشادك لأهل بلادك، سيد الكونين وأشرف الثقلين، العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهلي حق ذكره من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم، ونتوسل إليك بشرف مقام العظيم، أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلبتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أمالنا، وتتقبل منا ما تعرفنا بمن نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولأهلك وأهلك من المؤدين، ولأهلك من الحافظين. اللهم إن لنا أكبر برحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وذلونا أن جميلة وسيلة إليك فلا تخيبنا، آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين.